السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فدائما وأبدا نستضيء بكتاب الله سبحانه وتعالى ونستنير به. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فدائما نستبصر بكتاب الله ونستبصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اعترتنا أي حادثة فالملجأ دائما وأبدا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ففيها الفرج. ولا يخفى عليكم قول ربكم سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. لا يخفى عليكم قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فدائما في الملمات وغيرها، سواء كانت ملمات تختص بأمراض وأوبئة، أو ملمات تختص بشدة وفقر، أو ملمات تختص بفقدان أمن وأمان، أو غير ذلك من الملمات، دائما وأبدا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى، ونتعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، ونتعوذ به منه سبحانه وتعالى. فلا يخفى عليكم أن المصائب تصيب الناس بما كسبته أيديهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، أي أنتم متسببون لأنفسكم فيه. وقال تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك في المصائب التي تحل بك يا ابن آدم. فجدير بنا دائما وأبدا أن نفزع إلى كتاب ربنا لمعرفة حلول المشاكل التي تمر بنا، وكي نفلح في دنيانا وفي آخرتنا. فموضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا المجلس يختص بأسباب الفلاح، الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. كلمة الفلاح يقول العلماء من معناها العام الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، سواء كان المطلوب دنيويا أو كان المطلوب أخرويا. وأعظم مطلوب نطلبه السعادة في الدنيا والآخرة، ومن سعادة الآخرة أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا الجنة. وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار. فما التذكير بأسباب الفلاح، وهي أسباب متعددة ذكرت في كتاب الله، لكن جمع كثير منها في مطالع سورة المؤمنون، وأذكر نفسي وإخواني بها وأعرج على بعض المتعلق بأسباب الفلاح. وكما سلف، فالفلاح فلاح، الفلاح الذي ننشده فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. لذلك كان من دعوات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي أكثر دعوة كما قال أنس بن مالك. والتذكير بأنس له أهميته، لأن أنس خادم رسول الله، فهو أعلم بأحوال رسول الله من غيره. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلنكثر من الدعاء بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهي دعوة الكليم موسى عليه السلام إذ قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد مرض، فإذا به خفت فأصبح مثل الفرخ، فقال النبي له: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، لا تستطيع، لا تطيقه. ولو قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكان خير لك. هذه أكثر دعوة النبي كان يدعو بها، وشهدها من التنزيل. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، تشمل الزوجة الصالحة، تشمل هدوء البال، تشمل الذرية الصالحة، تشمل المال، تشمل الصحة، تشمل الأمن، تشمل الأمان. كل خير في الدنيا تتضمنه كلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الآخرة بالاتفاق الجنة مع رضوان الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فلنكثر من هذه الدعوة. أقول وبالله التوفيق: مطالع سورة المؤمنين أو مطالع سورة المؤمنون على الحكاية جمعت كثيرا من أسباب الفلاح، فلنستمسك بها نفلح، ليس في الآخرة في حسب بل في الدنيا كذلك. وأصل كلمة أفلح المشقوق، والرجل أفلح مشقوق الشفاه، فكأن كلمة أفلح انتقل من حال سيئة إلى شق آخر، إلى حال حسنة، إلى حال حسنة. ومنه تصحرنا حتى أدركنا الفلاح، يعني حتى أدركنا الصبح، أدركنا بياض الصبح انشق من سواد الليل. هذا من الناحية اللغوية، لكن عموما ناحية المعنى الإجمالي: المفلح، الفائز بالمطلوب، الناجي من المرهوب. كل مطلوب نحبه ونرتضيه وربنا يحبه لنا نفلح إذا نلناه، وكل شيء يغضب ربنا علينا يضر بنا في الدنيا نهرب منه بسبب هذه الأسباب التي ستذكر في مطالع هذه السورة المباركة، سورة المؤمنون. جعلنا الله إياكم من المفلحين. أسلفت أن هناك آيات أخرى في كتاب الله متناثرة في ثنايا الكتاب العزيز تحمل أسبابا للفلاح وصفات للمفلحين، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، إلى غير ذلك، وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. الناس يمرون بكروب شديدة، والمفلح أيضا منهم من يسلم منها، لأن ليس المقياس والمعيار هو الدنيا في كل الأحوال. ليس من وسع عليه في الرزق يعني أو تعني التوسعة أن الله راض عنه، وليس كل من ضيق عليه في الرزق تعني أن الله سبحانه وتعالى ساخط عليه. فهذا المبدأ لابد أن نعيه، لأن الناس في غفلة عن هذه المعاني الجليلة. لا نقول تسكينا ولا، إنما كحقيقة ليس كل من أنعم عليه ووسع عليه في الدنيا مرضي عنه، وليس كل من ضيق عليه مغضوب عليه من الله. فالله قال في كتابه الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأظن أن الله راض عنه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر، ليس هذا الميزان. ليس الميزان أن من وسع عليه في الدنيا مرضي عنه أو من ضيق عليه في الدنيا مغضوب عليه، ليس هذا أبدا. وقد ضربت لذلك أمثال في سورة الكهف، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا
وأعز نفرا، هكذا قال لصاحبه وهو يحاور أن أكثر منك مالا وأعز نفرا. والآخر كان مضيق عليه بعض التضييق، ولكن لم يكن الغني هو الأفضل. وظن قوم من أهل الغباء والجهل أن الموسع عليه في الدنيا سيوسع عليه في الآخرة، فقال قائلهم أو سلفهم السيء العاص بن وائل السهمي، قال لأوتين مالا وولدا، يعني لما قال له خباب بن الرط أعطيني أجري، قال خباب كنت قينا فعملت للعاص بن وائل أبو عمرو بن العاص يعني أسهما وسيوفا وجئت أتقاضاه، قال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، قلت والله لا حتى يميتك الله ثم يحييك، قال أو أنا ميت ثم حي، قلت نعم، قال عندها سأقضيك. فقال الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، قال سيكون عندي أموال وأولاد إذا بعثت. قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول نورثه كلماته ويأتينا فردا. وكان آخر من أهل الجهل يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إن لي عنده، قال الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة، هكذا ظن. قال الآخر ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، هكذا ظن هؤلاء الأغبياء، ونسوا قول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فلا تظن يا عبد الله أنه ما دام ضيق عليك في الدنيا سيضيق عليك في الآخرة، أو ما دام وسع عليك في الدنيا سيوسع عليك في الآخرة، لا، العمل الصالح هو المقياس وهو المعتبر. وقد مرت برسولنا الحياة أطوارا، وكما قال الله له لتركبن على قراءة طبقا عن طبق، لتمرن بك الأحوال يا رسول الله حالا بعد حال، ولتمرن بكم أيها الناس الأحوال حالا بعد حال. فالنبي في بعض أوقاته كان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو رضيء التمر، هذه الحشف ما موجود الحشف حتى يملأ بطنه منه. وأصحابه خرجوا في سفر ذات يوم عليهم أبو عبيدة بن الجراح في غزوة نفذت كل الأزواد حتى أنهم لا يتقاسمون التمرة، تمرة يقسموها بينهم يتقاسمونها فيما بينهم. قالوا ما تصنع التمرة؟ قال لقد عرفنا قيمتها حين فقدناها، إلى أن يسر الله لهم والبحر قذف لهم حوتا ميتا فأكلوا منه. الشاهد ليس المعيار أبدا السعة وضيق الرزق، إنما المعيار ما حالك مع الله، أنت تقي اضمن السلامة بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة، أنت غوي، هذا هو البلاء العظيم الذي ينكد عليك دنياك وآخرتك. أرجع إلى آيات سورة المؤمنون، آيات سورة المؤمنون، وأرجو من الإخوة أن يحتسبوا الأجر في تعلمها، فأنتم إذا تعلمتم تثابون، كما أن الشخص المتصدق يثاب، والشخص المصلي يثاب، والشخص الذي يحج ويعتمر يثاب، كذلك فالشخص الذي يتعلم كتاب الله يثاب. ألم تروا أن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأنت تثاب. كما أن شخصا يخرج بألف جنيه يبحث عن شخص يتصدق عليه، أنت تثاب أيضا إذا تعلمت كتاب الله وسنة رسول الله وعملت بها، بل قد يكون ذلك أفضل في بعض الأحيين. ورب العزة يقول وقل ربي زدني علما، ولم يأمر الله أن تقول وقل ربي زدني مالا، وإن كان هذا جائز ومستحب أحيانا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن تنصيص على وقل ربي زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد أفلح المؤمنون، فاز المؤمنون بمطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، فازوا بمطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، أيا كان المطلوب جنة أو نعيم دنيا، ونجوا من مرهوبهم الذي يخافون.
ما صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. احرص على أن تتقن الصلاة، تتقنها، لا تصلي نقرا كنقر الغراب كي تنقضي صلاتك، بل أتقن العمل، أتقن العمل. فربنا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، سواء كان العمل الدنيوي أو العمل الأخروي. أتقن الصلاة التي تصليها، كن خاشعا فيها لله سبحانه وتعالى، كن متدبرا لكتاب الله، كن محسنا للاستغفار والتوبة، كن محسنا في دعائك ومخلصا في دعائك في سجودك وبعد التشهد، أخلص في الدعاء في صلاتك، أخلص في تعظيم الرب وأنت راكع، أدي الصلاة على وجهها الأكمل كما كان النبي يحرص عليها. أتقن العمل، أتقن الصلاة، أتقن الصيام، أتقن الحج، أتقن أعمال العبادات التي تعملها لله سبحانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من لوازم الخشوع أن تسأل الله إياها: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، لا تصلي في مكان فيه ضوضاء، مخك منشغل مع الموجودين وحكايات المتكلمين، لا تنشغل تصلي في مكان فيه تصاوير تذهب بلبك. الرسول قال: يا عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت التصاوير تعرض لي في صلاتي، تصاوير شوشت علي. صلى في ثوب الله أعلام، فقال: يا عائشة اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنيت أبي جان فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. كل ما كان فيه تشويش ابتعد عنه، حتى إن النبي قال: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. لا تجلس في مكان فيه تشويش، صلي صلاة خاشعا فيها لله متقنا لها فسيراها الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا تكثر من العبث والحركات في الصلاة. قد أفلح المؤمنون أولى صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهل للصلاة تأثير على الرزق الدنيوي؟ نعم لها تأثير، نعم لها تأثير. ربنا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي ثنايا الصلاة أنت تقول في أدعية في سجودك: اللهم ارزقني. وقد تكون دعوة سبب في الرزق، أو تكون دعوة سبب في صرف الشر عنك. يعني إذا قلت رب ارزقني ولم تشعر أن هناك رزق سيق إليك، قد يكون هناك شر دفع عنك. فاسأل الله الرزق في صلاتك، في سجودك، في ركوعك، بعد التشهد، اسأل الله الرزق الواسع، وستعطى الإجابة، سواء في شر يصرف عنك أو في رزق يأتيك أو في ادخار ذلك إلى يوم القيامة، أو ترزق بعد 10 سنين بسبب دعوة أنت دعوت بها منذ 10 سنوات، يأتيك رزق الآن، هذا وقت تحققها. ولنا شواهد على ذلك. يعقوب دعا لما فقد يوسف عليه السلام سنوات، رد إليه ولده بعد 20-30 سنة، رجع إليه ولده. فالصلاة لها صلة بالرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على صلاتك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولا ينافي الأخذ بالأسباب كما لا يخفى عليكم. قد أفلح المؤمنون، فاز المؤمنون بمطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، من الفقر، من الفاقة، من العذاب، من غضب الله. أولى صفاتهم الصلاة التي هي عماد الدين. أولى صفاتهم كما سئل النبي: ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، فيها نفع عظيم لك في دنياك وفي آخرتك. أعرض عن اللغو، ثرثرة الناس كثيرة جدا لا تنتهي، كأنهم مصابون بإسهال كلام، لسان منفلت يتكلم كل منهم في كل شيء، يعرف أو لا يعرف، يحلل كل المسائل، سواء يفقه في التحليل أو لا يفقه التحليل، كل واحد يحب الكلام كله. وتجلس في المجلس لغط، وهذا يتكلم وهذا يقاطعه، وكل يتكلم بالذي يعرف والذي لا يعرف. وربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللغو أعرض عنه، اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، أي قول لا فائدة فيه ابتعد عنه، أي فعل لا فائدة فيه ابتعد عنه. ويدخل في هذا العبث الذي يعبثه العابثون والمجانين الذين يتفرجون على كرة القدم ليل نهار لا ينفكون عن هذا من اللغو والباطل. والله قال في شأن آل عمران: والذين لا يشهدون الزور. فكل لغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام ابتعد عنه. وتتكرر الأوامر في كتاب الله بهذه النصيحة: والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما لم يتلوثوا به وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أعرض عن اللغو، من صمت نجا، لها منازلها، لها منازلها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإلا كأكثر كلام الناس لا فائدة فيه ولا خير فيه. وقد تندم أشد الندم إذا تكلمت بكلمة لغو وتؤاخذ عليها، ويسلمك الله أحيانا بالصمت في المواطن التي تحتاج إلى صمت. ويقول الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي في شرحه: إذا استوت عندك الوجهتان في الكلام لم تدري فيهما فيه خير أو شر اسكت، لأن النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت. فمن صفات الناس العقلاء أهل الرزانة أهل العقل أهل الحكمة الصمت، قلة الكلام إلا على قدر الحاجة أو دعابة يبتغي بها وجه الله يسرع عن إخوانه في السفر أو نحو ذلك. وأمنا عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، كلمات قليلة. حتى لو أنت حبيت تتبع كم كلمة قالها النبي في المجلس تستطيع أن تعدها من قلتها. والثرثرة والكلام الكثير مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثرون. الثرثار هو كثير الكلام كما قال الترمذي رحمه الله. فقلل الكلام قدر الاستطاعة، قلل الكلام قدر الاستطاعة للآيات المذكورة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وبعد اللسان له طاقة وله قدرة، فإذا تكلمت كثيرا والله سيضعف لسانك عن ذكر الله وسيضعف عن تلاوة كتاب الله. فادخر الكلام، والكلام الذي يمكن أن ينجز المهمة في دقيقة أفضل من أن تتكلم ساعتين. نجلس مع بعض إخواننا كلام مستمر نصف ساعة، يا أخي ستجهد، سيؤثر ذلك على أعصابك، سيؤثر ذلك على أخلاقك. قلل الكلام قدر الاستطاعة، هو شأن الأنبياء، كلامهم قليل ونافع، قليل ونافع. ولذلك لما ذكر عند علي بن الحسين زين العابدين الحسن البصري، فقال علي بن الحسين: الحسن ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. الأنبياء لهم سمت في طريقة كلامهم، اللسان عضلة لها قدرة، إذا استعملتها في القيل والقال والانفعالات ساعة كاملة تتصل كلام، اتصال في الهاتف ساعة متصلة. طيب يا أخي، كلام هذا كله ممكن ينجز في دقيقتين، في ثلاث دقائق. حافظ على لسانك، كل صحيفتك ستملأ تسطر بهذا الكلام. فالقليل والكثير سيكتب. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل سيسجل، حتى المزاح، حتى المزاح سيسطر تسطيرا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه.
قل مجرمون يقولون يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه، تكلموا بكلام نسوه ولكنه مثبت. طب متى قلت هذا الكلام؟ أنت قلت في مجلس كذا كذا، تذكر بأشياء أنت نسيتها. فاحرصوا يا إخوة على قلة الكلام، احرصوا على قلة الكلام، احرصوا على قلة الكلام، لا تتكلموا إلا بالقليل النافع. الذين هم عن اللغو معرضون. احرصوا أيضا على البعد عن الأفعال التي لا فائدة فيها. فاز النادي الفلاني، خسر النادي الفلاني، الولد هذا باعوه مش عارف بكام، كلام لغو كله ولا فائدة فيه، كله ركام خبيث. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. أدوا الزكاة التي كتبها الله عليهم وافترضها الله عليهم، ركن من أركان الإسلام. أدوا الزكاة كاملة غير منقوصة. أنت إذا نظرت إلى بعض البلاد تجد فيها ثلاثة أو أربعة موسع عليهم توسعة من الله شديدة، ممكن يغطوا فقراء البلدة، لكن لا يفكر أحدهم في إخراج الزكاة، وهو يجهل أو يعلم قول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تخيل مثلا رجل من قرية معه 1,000,000 جنيه، زكاتها 25,000، كم أسرة في البلدة فقير يغطي 25 فقيرا لمدة شهر على الأقل، 25، وعلى هذا فقس. الذين هم للزكاة فعلا، وإذا لم يؤدي الزكاة سيبتلى، يتسلط عليه لص يسرقه، نصاب ينصب عليه، ظالم يظلمه، يسلب كل أمواله. فانتبهوا، أدوا الزكاة وإلا ستكون نارا وشنارا عليكم يوم الدين. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وأتبع الزكاة حتى تكون من المحسنين بصدقة نفل، وصدقات النفل أجرها عظيم. في أيام المجاعات، أيام الأزمات كهذه الأيام، تصدق يا صاحب المال، تصدق صدقات نفل، تصدق بالنفل، وأنت والله الربحان، أنت الرابح. تصدق بصدقات نفل، يدفع الله عنك السوء، يدفع الله عنك المكروه. أكثر من صدقات النفل في هذه الآونة التي الناس في احتياج إلى المال في هذه الآونة. لا يخفى عليكم أن الصدقة في أوقات الاحتياج أعظم أجرا من الصدقة في أوقات الاستغناء. دل على ذلك قول الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة. الإطعام في اليوم ذي المجاعة أعظم أجرا من الإطعام في غيره. فالناس الآن في كثير من البلاد في جوع، واحد مثلا كان يعمل وربي ساتر عليه أصبغ عليه النعم، يعمل موظفا والشهر على قدر النفقة الذي يتقاضاه، وبلغ من العمر 50 سنة أو 56 سنة، فإذا بصاحب العمل يفصله من العمل. لماذا فصلته يا صاحب العمل؟ قال: أنا أخسر. ففصل الرجل وأصبح لا يجد عملا، بعد أن كان في ستر وعافية إذا به يفصل من العمل، من أين يطعم أولاده الصغار؟ من أين يطعم زوجته؟ من أين يدفع إيجار السكن الذي كان يدفعه ورب البيت يهدده بالطرد؟ فانتبهوا وأطعموا هذه الحالات. أقوام لا يسألون الناس إلحافا، أقوام كانوا في ستر وعافية من الله سبحانه وتعالى، فعائلهم فصل من عمله ولم يعد لهم مال ينفقونه، والأسرة عرضت للضياع. فأنفقوا على هذه الحالات، أنفقوا على هذه الحالات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يتفطن له فيتصدق عليه.
فابحثوا عن هذه الحالات التي كثرت هذه الأيام. ناس أصحاب شركات لا يزنون الأمر بهذا الميزان عياذا بالله. يقول الآن فتحوا شهادات استثمار 25%، أوقف عملي وأودع الأموال في البنوك وآخذ ربح وأنا مستريح، ولا ضرائب ولا وش ولا تفتيش. طيب يا أخي الأسر، أنت عندك 1000 أسرة تشتغل في مصانعك، انظر إليها أيضا بعين الرحمة، انظر إليها، لا تفصل العمالة من من العمل وتوقف أرزاق هؤلاء التي كانت تأتيهم من قبلك. الله لن يضيعهم، لكن أنت كن سببا في رحمة الأسر هذه، حتى لو لم يدخل لك من المال إلا قدر يسير، لكن تراعي الأسر واحتسب هذا عند الله سبحانه. إذا كانت دخولك ستقل وربحك سيقل من 25% إلى 10%، لكن في أسر تحت يديك، أسر جعلك الله سببا في إعاشتهم، أنت سبب في إعاشتهم، ربنا سينقل رزقهم إلى غيرك. فتؤثر الربا على تشغيل هؤلاء العمال. حافظ على هذه الأعمال التي عندك، أخذت منهم خيرا في صحتهم وشبابهم، أخذت منهم خيرا وقت رخائك، فأعطيهم شيئا. لا نقول تصدق عليهم حتى، وإن تصدقت فهو حسن وحسن، ولكن يا أخي حافظ على أعمالهم، حافظ على أعمالهم، والله ستحفظ في صحتك، ستحفظ في أولادك، ستحفظ. قد يسلط الله عليك ولدا شريرا من أولادك يذهب بكل مالك، قد يسلط الله صحبة سيئة على ابنك يشرب المخدرات، يحتسي المخدرات ويأتيك بالمصائب. فحافظ على هؤلاء العمال الذين معك، لا تفصلهم من أعمالهم، تصدق. رسولنا ينادي بالصدقة ويحث عليها حثا، يا أسماء يا أسماء تصدقي. أسماء كانت تتصدق وتحصي، تقول تصدقت اليوم بعشرة بعشرين، أنا تصدقت كثيرا. قال النبي يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. تتعددي، ربي يعدد عليك نعمه، أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، تحصن، لا 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 تحصى النعم التي أنعم الله بها عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني ملكان يمين الشمس وشمالها، واحد يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا رب اخرب بيت هذا البخيل، هذا المعنى، اللهم أتلف أمواله ولا تبارك له فيها، البخيل الذي يمنع خيره عن الناس. فكن خيرا ومباركا على الناس، راعي حوالي الناس، لا تستسيغ اللقمة، وإخوانك جائعون لا يجدونها من الأصل، كيف تطيب نفسك أن تأكل الكباب وجارك لا يجد ما تسد به جوعته. أنفقوا يا عباد الله، وهذا لكم، وهذا سبب حفظكم وسبب نماء رزقكم، أنفق، أنفق عليك، ولا تشعر وأنت تنفق أنك صاحب فضل على الناس، لا أبدا. رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو سعد مبشر بالجنة، لكن جاء في نفسه انتشاء، كان ينتشي أحيانا، ينتشي يفرح، يعني أنه له يد على غيره، فهذا الانتشاء لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام، رأى سعد أن لنفسه فضلا على غيره، فقال له مذكرا يا سعد، يا سعد، وانتبهوا يا إخوة لكلام الرسول عليه السلام، لما الشخص يجد في نفسه نشوة وانتشاء بأنه صاحب الفضل على غيره، يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الرزق الذي أنت فيه لأنك تنفق على هذا وذاك، لو لم تنفق لمنعت الرزق. يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولذا فالنبي كان يقول عليه الصلاة أبغوني ضعفاءكم، أتوني بالضعفاء. لماذا أبغوني ضعفاءكم؟ قال بعض العلماء كي يشكو حالهم إلى الله فيرزق بسببهم. من لهؤلاء الجياع يا ربي؟ يا ربي أنت لهم تساق الأرزاق،
تساوي الأرزاق، وأيضا لكي يدعون لك يا عبد الله إذا أنت أعطيتهم. فقد تمر بفقير أو تذهب إلى فقير تناوله لقمة لقمتين في الثلث الأخير من الليل، يقول اللهم بارك له الله، وأنت لا تشعر بهذه الدعوة، أنت لا تشعر بأنه يدعو لك، أنت أعطيته 50 جنيه وما جنيه وأنت مش مفكر فيها لأنها تمثل شيئا لك، لكن هو أخذها سدد جوعته وجوعة أولاده، وظهره الأفف والستر، وهو من الليل يقول اللهم بارك له اللهم اغفر له، يدفع الله عنك شر الأشرار، يدفع الله عنك كيد الفجار، يدفع الله عنك شر حاكم ظالم، يدفع الله عنك شر ضابط مؤذي. أنفق أنفق عليك، احفظ الله يحفظك. فيا إخوة لا تنسوا هذا الباب من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. في الدنيا إذا أنفقت يخلف عليك، في الآخرة الصدقة ستر، الصدقة ستر عليك يوم القيامة. أنفس تأتي عارية يوم القيامة، تستر بماذا هذه الأنفس العارية؟ الصدقات تسترها، الصلوات تسترها. النبي قام ذات يوم فزعا من نومه فقال سبحان الله، وانظروا إلى الكلام، سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. قال العلماء خزائن رزق تنزل وتحدث معها فتن، يعني الرزق يأتي كثير وينزل معه الفتن، كما قال الرسول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال ينزل وتنزل معه الفتن ويبدأ التنافس والصراع، فحاول أن تدفع عن نفسك، بادروا بالأعمال ستا فتنا كقطع الليل المظلم، فادفع عن نفسك الشر والفتنة بسبب زكاتك بسبب صلاتك. فالإنفاق سبب من أسباب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. والذين هم للزكاة فاعلون، سواء المفروضة وبعد المفروضة، النافلة تكون من المحسنين. والله يقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا أديت الزكاة المفروضة وتطوعت بعدها بشيء فإن الله شاكر لك، عليم بك. لا تظن أن الله غفل عن صدقتك ولا غفل عن تبرعك، الله شاكر لك، يشكرك رب العزة، يشكرك، عليم بالذي فعلته أنت. من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، وحافظ على نفسك من الأشياء التي تدمرك. والذين هم لفروجهم حافظون، احفظ فرجك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وإلا عياذا بالله إذا وقع شخص في الزنا نكد عليه في الدنيا والآخرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء عراة في مثل التنور، عرايا في تنور من نار، تنور مثل البرميل فيه جمر نار من تحت، هم عراة والتنور تحتهم، يأتيهم لها بحرق الفروج التي استمتعوا بها في الحرام، فاسمع لهم صراخ وضوضاء، صراخ مستمر وضوضاء، صياح صياح، هذه الفروج التي استمتعت في الحرام تحرق، هؤلاء الزناة والزواني يا محمد هذا مصيرهم. وقد قال ربي ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب. فنهيب بإخواننا أن يحافظوا على أنفسهم، ونهيب بأخواتنا أن يحافظن على أنفسهن من هذه الفاحشة التي تذهب بنور الوجه والتي تذهب بالأرزاق معها والتي تقلقك وتزعجك في دنياك وآخرتك. ابتعدوا عنها، وليبادر الشباب بالزواج، يبادر الشباب بالزواج امتثالا لنداء الرسول محمد، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أغض للبصر وأحسن للفرج. فمن له ابن شاب يحث على الزواج حثا حتى لاقى في رذيلة يجني عاقبتها طيلة حياته، وعاقبتها تؤرقه في قبره وتؤرقه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. من له بنت فليبادر بتزويجها قدر جهده واستطاعته، إذا أتاها الكفء فلا تؤخر،
بادروا بالزواج الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستدل بها الإمام الشافعي على تحريم الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب والذين قلت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى، فهذا دليل الشافعي على التحريم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كل الأمانات. العلم أمانة وسنسأل عنها، نسأل الله أن يعيننا على أدائها. إذا غششت ناسا في فتوى أو كتمت علما والناس في احتياج إليه أو رهبت حاكما وخشيت وحللت الحرام أو حرمت الحلال ستسأل عن ذلك كله. رأيت منكرا فلم تغيره ستسأل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. استمنت على مال لابد وأن تؤديه لأصحابه، استمنت على سر اكتمه على أصحابه لا تفشيه. استأمنك ناس على فتوى أو استأمنك ناس على سر، احفظ للناس أسرارهم لا تفشي أسرارهم. كل مستأمن على ما هو فيه. المرأة مستأمنة على فرجها وعلى مال زوجها، معلم مستأمن على الطلبة الذين معه هل علمهم حق التعليم، طبيب مستأمن على المرضى. المريض جاءه يشكو: بطني تعبان يا دكتور، ودفع الكشف فبسرعة خلص بسرعة يكشف حتى يدخل غيره ولا يبالي بمراعاة حال المريض، وأحيانا يفتي له بدواء كاذب من أجل رشوة يأخذها من شركات الدواء، أو يفتي له بشق بطنه وهو لا يحتاج إلى الشق. أنت ستسأل عن هذه الأمانة أيها الطبيب. فكل مستأمن، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم على صلواتهم يحافظون. تكرر الأمر بالمحافظة على الصلاة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله وإياكم من أهلها. أما الوراثة فكما قال بعض العلماء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل الكافر النار ورث المؤمن مقعده من الجنة، وإذا دخل وورث الكافر مقعد المؤمن من النار. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهي أعلى مراتب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الدعوة التي يدعو بها الناس جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته لم ترد عن النبي، إنما قل: اللهم اجمعنا في الفردوس، اللهم اجمعنا في الفردوس، جمعنا الله بكم في الفردوس، وسد الله حاجتنا وحاجة المسلمين، وفرج الله كروبنا وكروب المسلمين جميعا يا رب، وأخرجنا الله وإياكم من هذه البلاء التي نعيشها وتمر بها أمة محمد في عدد من الدول على خير. اللهم أمين، اللهم أمين. إخواني المحفوظ، من حفظه الله احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند نفسك لنصرة دينك، جند نفسك لنصرة دينك، جند نفسك لنصرة دينك، وسيحفظك ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اسلك الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وبارك الله فيكم. هذا ومعي بعض الأسئلة من بعض الأفاضل. من هذه الأسئلة: هل يجوز تركيب مسامير من الذهب لرجل عمل حادثة وقيل له سوف تركب شرائح ومسامير، فأشار عليه الطبيب أن يركب مسامير من الذهب لما له من فائدة طبية؟ إذا سلم القول فجاز ذلك، وإنما التحريم الذي حرمه النبي للذهب إذا كان للتزين، أما إذا كان كعظام كشرائح عظام لا يتباهى بها ولا يفتخر بها إنما العلاج طبي فلا بأس. هل يجوز الأكل من سمك القرش باعتبارها أنه من ذوات الأنياب من السباع؟ للعلماء فيه قولان: القول الأول الجواز لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتته، يعني البحر.
وفريق قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع فمنع لذلك، ولا نستطيع أن نبت فيه بالتحريم للآية المذكورة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل يأثم من كان في سفر ثم استمنى؟ سمعتم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، وكما قال بعض العلماء أصبحت قيل: يا ليتها لم تقل. ما حكم أخذ الكهرباء من خلف العداد مع ارتفاع المعيشة وضيق الحال؟ لا يجوز لك أن تسرق الكهرباء، ولا يجوز لك أن تسرق المال العام، ولست بمأمور أن تصبح كل الغرف مقادة بالكهرباء. اطفي الكهرباء ولا تسرق، لا تسرق الكهرباء. هل ورد شيء أن الملائكة تشم الإنسان؟ تشم، هذه تشم أو تشتم. أما تشم فورد أن النبي قال: إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أو تشتم الإنسان، الورد اللعن: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، في بعض الكفر، في الكفرة، والله أعلم. وفي بعض المسلمين أحيانا كما قال الرسول: ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مش عارف، حديث ثابت صحيح متواتر، تواتر يعني ورد عن رسول الله من نحو من 50 طريق. هل يتساوى من بنى الله مسجدا مع من بنى من ايه من صلى في اليوم 16 ركعة؟ تعرف ان البيوت في الجنة متفاوتة ايضا، يعني في الدنيا في بيت صغير وبيت كبير وبيت متسع وقصور، وان اهل الجنة اللي يتراؤون اهل الغرف كما تتراؤون الكوكب الدرية الغابرة في الافق لتفاضل ما بينهم. فأخوكم يقول يعني: هل البيت الذي يبنى لمن بنى لله مسجدا هو نفس البيت الذي يبنى لمن صلى 16 ركعة؟ البيوت تختلف في اتساعها وضيقها، والله أعلم. رجل مؤمن متخبط في تجاراته، يتيسر عمله تارة ويتعسر تارتين، يقال له: أكيد أنت تشوفها شيء يضيق عليك الرزق أو تفعل ذنب. هل الرزق يعني مرتبط بالإيمان والمعاصي؟ أحيانا ذلك يكون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. ما الأعمال التي ترفع درجات أبي وأمي؟ منها الاستغفار، إن الرجل لا ترفع درجاته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. صدقات الجارية كذلك، العمرة عن الوالدين، الحج عن الوالدين. هل أقوم بما أقوم به من أعمال صالحة بعد وفاة أبي وأمي ترفع درجتهم؟ إن شاء الله. هل الانتحار بسبب ضيق المعيشة كفر؟ هو كبيرة من الكبائر، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها نفسه يوم القيامة خليدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم إلى آخره، ثابت صحيح. لكن الخلود هنا طول المكث، وإلا فالانتحار كبيرة. وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رجل تاجر ماله لا يوجد عنده بضاعة، متخصص في شراء الهواتف، إذا جاءه رجل قال: عايز تليفون، يأخذه ويذهب يشتري له الهاتف ويسلمه له، وهكذا غسالة وثلاجة، هذا ربا مقنع، ابتعد عنه، والله أعلم. ما حكم متابعة كرة القدم؟ هذا لغو وضياع، ولا تكلمنا عليها مرارا. هل يسطر الكلام ما بين الرجل وزوجته أثناء الجماع؟ هذا من الكلام المباح الذي أباحه الله، قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو يكتب لكن لا تؤاخذ عليه، يكتب لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن لا تؤاخذ عليه
بينك وبين زوجتك للآية الكريمة، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.